ما زال ملف التعذيب في تونس يثير جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية، وآخرها ما أعلنه رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول ثبوت تورط أمنيين في التعذيب وتدليس محاضر. أسماء البكوش والتقرير التالي. قضية باردو، ثبت أن فرقة البرجاني تتعاطت مع هذا الملف بممارسات منافية للحرمة الجسدية للمتهمين، وتعمدت المغالطة والتدليس، وذلك بتغيير الحقيقة. هذه التصريحات أعلنها رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني في وقت تواتر فيه الحديث عن رصد لعمليات تعذيب موقوفين مشتبه بهم في عدد من القضايا، ويؤكدها منوب أحد المتهمين في قضية باردو ورئيس المرصد التونسي للحقوق والحريات أنور لدعلي. أنا نائب في ملف باردو، عندي زوز أشخاص النوب فيهم، منهم ذاك الذي تحدث عنه السيد الرحموني اللي عنده 25% سقوط، والبرء النهائي لم يحصل بعد، يعني هذا يعني سقوط وقتي على حساب أن يقع البرء النهائي، في انتظار أن يقع البرء النهائي. تتوقعون لو بعذب في أواخر مارس 2015، أتدرين ماذا قال الخبير الذي عرض عليه طبيب المختص في الطب الشرعي؟ قال هذا سيكون برء النهائي في أواخر سبتمبر 2015. يعني شخص يقعد يحمل آثار التعذيب وآثار الممارسات الوحشية التي مورست عليه في الجرجاني لأكثر من 6 أشهر حتى تندمل جراحه ويبرأ البر النهائي، مع سقوط طبعا سيبقى عالقا بجسده.